وينضم إلينا من مدينة غريان رئيس لجنة الطوارئ صلاح بركات. سيد صلاح، مساء الخير. لو تحدثنا عن أسباب توقف الضخ بخزان بوزيان وعن شبكة المياه بمدينة غريان بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك أخي الكريم وأحيي كل متابعي قناة التناصح الفضائية على دورها الواضح واللامع إن شاء الله. طبعا بخصوص ضخ المياه لمدن جبل ومدينة غريان، تعرف هناك العديد من التعديات المستمرة والأعمال التخريبية طبعا من الأبار الموجودة في الجنوب بالصحراء الليبية. طبعا هذه التعديات والخنقات كانت دائما سبب رئيس في توقف وصول المياه الى طبعا من جبل الحساونة الى محط لي المحطة الضخ الموجودة بالشويرف. طبعا زي ما تعرف ان لما تصل المياه بمحط ضخ الشويرف تاخذ مسارين ومعروفين، طبعا هو المسار الاوسط والمسار الشرقي. المسار الشرقي طبعا هذا يصل تصل المياه فيه الى مدن الساحلي ومصراتة وزليطن والخمس وكعام والقرقولي الى ان تصل لمدينه طرابلس. المسار الاوسط طبعا هذا يصل من محطه الضخ بشويرف الى اللي يمر على ابن وليد الى ترهونه. بترهونه ياخذ مسارين، المسار الاول ياتي الى منطقه المسار يذهب الى سيدي السايح يمشي لمدينه طرابلس، والمسار الاخر الى جيلوي. سيد صلاح هل تسمعني؟ نعم. المسار الاخر يجي معي. الو؟ نعم وانا اسمعك، تفضل. ايوه، والمسار الاخر زي ما قلت لك يجي وين؟ يجي لمدينه غريان، اللي هو لمحطه ضخ الرابطه، ومن محطه ضخ الرابطه يصل الى خزان تجميع اللي هو خزان ابو زيان، وهذا بعد ان يصل طبعا يصل الى المستوى المطلوب اللي هو متعارف عليه، المستوى اللي هو من 6.10 من 6.10 ولا 6.20 امتار، يتم توزيعها على الشبكة الداخلية بمدينة غريان ومدن الجبل اللي هو من غريان لصابعة الجواليش إلى أن يصل لمدينة الزنتان. لكن ألو نعم طبعا تحدث نعم. تحدث العديد وأنا أسمعك. زي ما قلنا الاختراقات على المسار متاع المياه وخاصة من أصحاب المزارع طبعا، وبعض التعديات زي اللي حدثت في آخر مرة وصلت فيها المياه لمدينة غريان هو في 19/2 طبعا ومدن الجبل. أيوة نعم معي، وصلت في 19/2 آخر مرة وصلت المياه 19/4 طبعا بناء على الجهود المعد من قبل إدارة شهر النهر الصناعي. طبعا شهر هذا اللي المنطقه اللي هو المسار الشرقي اللي هو طرابلس ومصراته وزليت ومرافق، والشهر الاخر دوريا يجي للمسار الثاني هو بالوعيد ترهونه سيدي السايح غريان لمدن الجبل. طبعا وصل المسار 19 في شهر 4 وصل مستوى المياه الى اللي هو بخزان بوزيان الى 80 سنتيمتر، ولكن حدث حادث هو ان للاسف بعلم او بتدخل من عميد بلديه شويرف وتم تعطيب المضخات طبعا لاسباب هو يعرفها، لا اريد اتكلم عليها هو يريد ان يعرفها، وحدثت محاولات لعرض ضخ مره ثانيه، لكن طبعا نتيجه ل شكرا لك. الكهرباء كان متوقف في مدينه ترهونه حتى هو كانت احد الاسباب والمواقات اللي حالت دون وصول المياه. الان ولله الحمد يعني من قبل 10 ايام استهلك الضخ طبعا طب وتعبت الخط الواصل من منطقه شويرف الى بنوليد ترهونه الى محطه الضخ ترهونه، تبدا عمليه الضخ بعدين لمسارين اللي قلنا المسار يمشي لسيدي السائح طرابلس مسار يمشي لغليان، واول امس بدا الضخ طبعا في خزان لتجميع بوزيان تقريبا على تمام الساعه تقريبا 10 مليم، ولكن صار فيه خلل في الكهرباء طبعا توقفت الضخ المياه مرتين، مره في الليل ومره في النهار لمده 4 ساعات.